العراق اسقط سوريا في افتتاح بطولة الصداقة. حقق المنتخب العراقي فوزا مستحقا على نظيره السوري بهدف دون رد في افتتاح مباريات بطولة الصداقة والسلام في البصرة. هدف الوحيد حمل توقيع المهاجم جسم ميرام في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، وكان الشوط الأول من المباراة متكافئا من الناحية الفنية مع أفضلية نسبية للمنتخب العراقي، حيث ظهر الحذر والتركيز الدفاعي عن المنتخبين لتفادي استقبال هدف مبكر يربك حسابات المدربين. وجاءت أول فرصة للمنتخب العراقي بعد مرور ربع ساعة بتسديدة بعيدة المدى من أمجد عطوان ارتفعت فوق العارضة، فيما أضاع مهند علي أخطر فرصة بالشوط الأول بعد انفراده بالمرمى قبل أن يتصدى لها الحارس السوري إبراهيم عالمة لينتهي الشوط الأول سلبيا. وفي الشوط الثاني ظهرت الأفضلية واضحة للمنتخب العراقي من خلال تحرر الظهيرين علاء عباس وهمام طارق وتحركات لاعبين مقدمة مهند علي وجستن ميرام، وأضاع علاء عباس هدفا محققا بعد أن سدد الكرة في وجه الحارس السوري عقبتها تسديدة قوية لهمام طارق بعد مجهود فردي لمهند علي جاورت القائم بقليل. وحملت الدقيقة 75 هدف المباراة الوحيد عن طريق جستن ميرام الذي سدد الكرة قوية ارتطمت بالمدافع وغير اتجاهها قليلا لتعانق الشباك، واستمر اللعب سجالا بين المنتخبين مع خطورة كبيرة من جهة اليسار العراقية بفضل فاعلية وانطلاقات درغام اسماعيل الذي مرر الكرة جميلة لعبها علاء عباس برأسية رائعة تصدى لها ابراهيم عالمة بشكل اجمل، وسدد بشار رسن كرة قوية ارتفعت عن المرمى قليلا قبل ان يعلن بعدها حكم المباراة صافرة النهاية معلنة فوز المنتخب العراقي بهدف دون مقابل على شقيقه السوري ليتصدر البطولة بثلاث نقاط. طبعا اصدقائي لا تنسونا من الاشتراك وتفعيل خيار الجرس حتى تبقوا على اطلاع دائم بالفيديوهات والاخبار والتصريحات اللي احنا عم نرفعها على القناة. قناتنا بتهتم باخبار الكرة السورية واخبار المحترفين السوريين. شكرا لكم.